مش عارف دي المرة الكام اللي نسمع فيها عن حرب عالمية تالتة هتحصل السنة دي. محدش عارف ليه العالم بقى فاتح مطاول بعض وقفل لبعض على الوحدة. في حاجة؟ لا 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 حاجة علي هسبع قبل ما يفرفر. فبعد روسيا واوكرانيا ظهرت لينا الصين وتايوان. انا دم حمي شطه مولع، ما احبش اللي بيتدلع، انا كبيري مات يا الله يرحمه ويحسن اللي وبنه منعه. وبدا يبقى في تحرك عسكري صيني ومحاصره لجزيره تايوان، وتهديدات من الصين وتهديدات من امريكا، وتقريبا اللي بيحصل على الساحه في اوروبا هيتكرر هو بالملي بس في اسيا. لا 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 لا, لا كده الموضوع هيكبر مننا كلنا يا فنديه، انتوا هتشبطوا في بعض ولا ايه؟ فيا ترى الصين بتركب ترند مع روسيا ولا فعلا المره دي هتبقى حرب عالميه بجد؟ لسه مرسناش على بره في الحرب بين روسيا وجارتها اوكرانيا الا ولقينا في حرب هتقوم بين الصين وتايوان. وقبل ما نبدا في الفيديو ياريت كل واحد يحرص من جاره عشان نقطه غسيل دلوقتي ممكن تقوم حرب. حرام عليكم، الحرب اللي جايه حرب الميه وانتوا هتموشوا البيت من الميه. ناس كتير شايفه ان اللي الصين رايحه تعمله في تايوان هو اللي روسيا بتعمله حاليا مع اوكرانيا. بس انا عايز اقول لك الخلاصه دي للكلب عمو ما هينعدل. اوكرانيا كانت جزء من روسيا ايام ما كان اسمها الاتحاد السوفيتي. خلاص بقى الله يرحم ايام. وكمان تايوان كانت جزء من الصين من سنه 239 ميلاديا، يعني الناس ما غلطوش وبيرجعوا الارض لاصحابها. ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم؟ لكن الموضوع هنا مختلف شويه، لان روسيا اعترفت باوكرانيا واستقلالها كدوله منفصله عنها، لكن تايوان غير معترف بيها دبلوماسيا كدوله، وكمان تابعه للصين بموجب سياسه الصين الواحده واللي تم اقرارها في 1992. وقبل ما تفتح لي بقك وتبرق تعالى افهمك الوضع بين تايوان والصين كان ماشي ازاي وايه اللي خلاها توصل ما بينهم لحرب. يلا اشرحها بقى صوتها. قول اعجل. زي ما قلنا ان جزيرة تايوان كانت جزء من الصين، ولكن من سنة 1624 لسنة 1661 تايوان اتحولت لمستعمرة هولندية، وبعدها رجعت تحت حكم الصين مرة تانية. وفي سنة 1895 انتصرت اليابان في الحرب اليابانية الصينية الأولى، واضطرت أسرة تشينج اللي كانت بتحكم الصين لأنها تتنازل عن تايوان لصالح اليابان. الدوار ده ملك نحن بالورق، لكن هم واخدينا وضع يد. وبعد الحرب العالمية الثانية استسلمت اليابان وتخلت عن تايوان، وده بعد هزيمتها في الحرب الصينية اليابانية الثانية. وبما ان الصين وقتها كانت تعتبر من دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، فاعترف الحلفاء ان تايوان تبع الصين. ولكن بعد الحرب بكام سنة حصلت حرب اهلية في الصين بين الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. مين؟ ماو تسي تونغ مؤسس الاشتراكية الصينية. وبين قوات الزعيم انذاك تشيانغ كايشك. عندكم زعيم كمان؟ واللي هرب مع اللي اتبقى من حكومته لتايوان في 1949 وخلاها مقر للحكومة بتاعته، واستولى الشيوعيين على الحكم وبقى عندنا جمهورية الصين الشعبية وتايوان أو جمهورية الصين، ودي تبع الديمقراطيين بنظام حكم رأس مالي على عكس الصين اللي حكمها اشتراكي. والطرفين مع بعض اعترفوا انهم بيمثلوا الصين. عندك العيب يا حاج من ايه؟ انت مسلسل يا حاج ولا ايه؟ طب ازاي يا عم مع بعض وازاي في نفس الوقت مش مع بعض؟ بص نقدر نقول ان هما الاثنين تبع الصين بس كل واحد بنظام لوحده، حاجه كده اكن اتنين منفصلين عن بعض بس ما اتطلقوش عشان خاطر العيال. وده اللي خلى الصين في الثمانينيات بعد ما العلاقات بقت تتحسن مع تايوان انها تطلع بمصطلح دوله واحده ونظامان او سياسه الصين الواحده، واللي بتقول ان مفيش غير صين واحده بس في العالم وان تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وانها اقليم متمرد لازم يرجع في يوم من الايام للوطن الام. وعلى الرغم من رفض تايوان للسياسه دي الا ان امريكا اعترفت بسياسه الصين الواحده في سنه 1979 وقطعت علاقتها بتايوان، وبقت تايوان غير معترف بها دبلوماسيا كدوله ليها استقلالها. وما تفهمش من الكلام ده ان الصين وتايوان مفيش بينهم تعاون، لا ده في تعاون وتبادل تجاري كمان. استثمارات تايوان في الصين خلال ال 30 سنه اللي فاتوا وصلت لحوالي 200 مليار دولار، والتبادل التجاري بينهم وصل في 2020 لحوالي 166 مليار دولار. ما خلصت يا حلو، 2009 و2010 انت هتكر النتيجه. فالوضع بين البلدين مش عداء من الدرجه الاولى، والصين بتعتبر ان سكان تايوان هم في الاخر سكان صينيين يعني، فما ينفعش نلغي تايوان او ناخدها بالقوه لانها بكده هتفقد علاقات اقتصاديه وتجاريه مع تايوان، وده هيتسبب في تراجع اقتصادي وسياسي للبلدين. ومع ان تايوان غير معترف بها رسميا بس قوتها التجاريه خلت دول كتير تتعامل معاها اقتصاديا.
خلاص الدنيا تمام وعايشين في سلام في المنطقه. هو صحيح في شويه اصوات من تايوان كده بيطالبوا بالاستقلال لدرجه الختمه الشريفه، والختمه الشريفه ما عارفين ننام منه، بس هو كلام بيتقال ساعه خناق وبعده ما فيش حاجه بتحصل. يا باشا دول حبه عيال فرافير مش هستحملوا الوقفه، شويه كده هيزهقوا ويمشوا. ولكن كل ده اتغير لما وصلنا لسنه 2016 وتم اعلان تساي انج وان زعيمه الحزب الديمقراطي التقدمي رئيسه لتايوان، وهنا بدات علاقات الصين مع تايوان تتوطد. بيني وبينك هما الستات كده يخشوا في اي حاجه يوتروها يقفلوا اليوم. المهم بعد فوز ترامب في انتخابات امريكا سنه 2016 شحنت تساي كارت ب 100 ورنت على ترامب. الو الو، في حاجات ماتت قالوا تعبانه فاسمعني. مكالمه زي دي كانت كفيله بشحن الاجواء بين تايوان والصين، واللي حصل اتشاف على انه لا مؤاخذه في الكلمه مؤاخذتك معاك يا بتفضل خرق لسياسه الصين الواحده اللي معترف بيها من امريكا. ولكن المشكله الاكبر ان امريكا بعدها تعهدت انها تزود تايوان باسلحه دفاعيه، واكدت كمان ان اي هجوم من الصين على تايوان هيعمل قلق جامد في المنطقه واللي هيتعور يتعور. وخلال سنه 2018 الصين فضلت تصعد في الموضوع وتزنق على تايوان وتجبر الشركات الدولية انها تحط تايوان ضمن خريطة الصين على موقعها في الانترنت. كمان الصين هددت بمنع تايوان من ممارسة الاعمال التجارية لو ما رجعتش عن انها تدخل امريكا في شؤونها، لان ده كده يعتبر تدخل في شؤون الصين نفسها. المهم يا سيدي استمر الحال على ما هو عليه والاجواء فضلت مشحونة لحد ما انتشر خبر ان رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي هتروح زيارة لتايوان. طبعا الخبر ده لما انتشر طلعت الصين واعلنت انها تضرب الطيارة قبل ما تنزل المطار، وفي اللي قالك كمان انهم هيفجروا المطار اصلا لو الطيارة نزلت فيه. وجت الصين وراحت مكملها وفرض حظر طيران مدني في يوم الزيارة اللي كان مقرر ليه يوم 3/8 الشهر ده، غير مكالمة مطولة من رئيس الصين حذر فيها رئيس امريكا جو بايدن من الزيارة دي. والله يا ابن الكلب ده انا مصطفى ابن خالته. الا ان بايدن قال له مفيش حاجة هتتغير بين الصين وامريكا على صعيد العلاقات بينهم، وان موقف امريكا ثابت بخصوص سياسة الصين الواحدة. كمان في تقارير بتقول ان جو بايدن بلغ نانسي انها تلغي الزيارة، ولكن بعد تهديدات الصين امريكا شافت انها كده هتجيب ورا وما كانش فيه غير ان امريكا تقف قصاد التهديدات الصينيه وتروح نانسي راكبه الطياره وتشد على تايوان. وتصرح خلال الزياره ان دعم امريكا لتايوان في الفتره اللي جايه هيبقى اكتر من اي وقت عدى. هتقول لي طب الصين مش كانت قايله هتعمل وهتسوي، فين كلامك فين وعودك؟ ما انت يا ابراهيم انت جاي تندهش هنا ولا ايه؟ اتقل بقى على السوشي استوي وخد اللي حصل بعد الزياره. الصين بعد الزيارة أعلنت إن أمريكا بتلعب بالنار وإن هيكون في رد فعل عنيف منها، وفرضت حظر استيراد للمنتجات الغذائية من تايوان، وقررت تبدأ سلسلة تدريبات عسكرية في 6 مناطق بحرية حوالين تايوان، وراحت ضربة شوية صواريخ باليستية غير الاستنفار العسكري والاستعدادات الأمنية الكبيرة اللي بتجهزها الصين. وطبعا مش محتاج اقولك ان ده هيأثر على العالم كله بسبب اهمية مضيق تايوان اللي بيعتبر واحد من اهم الممرات المائية في العالم، وده لان بيعدي منه اكتر من نص حاويات وسفن العالم، يعني الموضوع لو طول شوية هيأثر على العالم كله واولهم الصين. في المقابل شافت امريكا ان اللي بتعمله الصين ده رد فعل مبالغ فيه، واعلنت عن تحريك مجموعة من السفن الحربية الامريكية بقيادة حاملة الطائرات بو اس اس رونالد ريجان، واللي هتتواجد في محيط تايوان عشان تراقب الوضع. ولكن خلينا نسأل، طالما امريكا هتتضر لو حصل حاجة لتايوان، فليه من البداية اصلا يبقى في زيارة والاوضاع تتوتر اكتر؟ غير ان نانسي دي هتطلع معاش كمان شهرين، فما فيش اي لازمة من زيارتها، يعني كانوا عملوا حفلة لنانسي عجرم مثلا هتكون اشيك. ده مخطط، حفلتكم دي هيتبعها حفلات اخرى. وبرضو حابب اقولك ان زيارة استاذة نانسي ما كانتش بخصوص دعم للقضية التايوانية او اي كلام من ده، نانسي راحت عشان عقبال عندك في انتخابات في الكونجرس يوم 8 نوفمبر اللي جاي، وبما انها تبع الحزب الديمقراطي وحتة دعم تايوان دي بتعجب قوي الناخبين الجمهوريين، فدي هتخليها تزود حظوظ الحزب الديمقراطي على حساب الحزب الجمهوري. كمان خلينا ما ننساش ان امريكا هي تاني اكبر مستورد من تايوان بعد الصين بقيمة 65.9 مليار دولار، يعني حوالي 14.7% من اللي بتصدره تايوان من شرائح الكترونية واشباه الموصلات رايحة لامريكا، واللي تعتبر العمود الفقري لصناعة الالكترونيات، فمن مصلحة امريكا انها تدافع عن تايوان. من مصلحة امريكا ان الوضع يتصاعد بين الصين وتايوان عشان تدخل الصين في حرب استنزاف مع تايوان زي ما حصل في روسيا، وهتبقى عطلة الصين بعد ما كانت متصدرة المشهد، وفي احتمال ان الريادة تكون ليها السنين اللي جاية.
وبكده تبقى كسرت عظم 2 من القوى الكبرى في العالم اللي هما الصين وروسيا. وبكده تبقى كملت كده يا ابن الجزمه. في النهايه عايزين نعرف رايكم في اللي بيحصل، وهل العالم اقتصاديا جاهز لحرب بين الصين وتايوان، واللي اكيد مش هتكون بين الصين وتايوان وبس. وما تنسوش بعد ما تسيبوا لنا الكومنت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب. احتمال يبقى ذكرى ولا حاجه.